لا تشوف هنا انت حين وين فيها تحط فيها هاي هذي بس بقتل الاخر كم واحد هون دعوات بدخل حق البوس اوبا بس خلنا نشيل هالسخافة في مفتاح ما يلاقينا عشان ندخل البوس ثاني ابو العباي هذا سالفة في حركة كت ايه هاي الحركة اوكي عاد تقولي من هالصبي تبطل لوك حلو زين هذا الباب لوك اهلا هذا هني هالوقت بعد هنا في شغلة خاتم لحين وين اروح يعني خابونا بس قولي وين اروح ديوي شوف الحين اكره محل بدخله في لعبة كامل تذكرت هنا في نوع ناس عندهم سياكل ولا تكل ثواني بحط لي الغاز اللي يطلع ليت في غاز طلع ليت ايش رايك في غاز وين ابن الكلب من الحين بتطلع لي لو لا شوف شايفه ها شفته لو لا ما مت انا شايفه من زمان ما يتنا اخو تاكل هذا اخوك اكره سكسك اكره سكسك يعني اكره واحد في اللعبه كامل هالرجال الصغار ثواني خلنا نحط لي درع ما اقدر بدون درع هالسيكل اللي تشوفه بيزاتي شيك يا ما عليك انا على ابوه حاكرني يقول لي وين بتروح وين بتروح شيت عندي 150 الف لو زين زيت ليفل كاني ما علي ما علي عرف دواء عندي دواء خلاص صعب لكن لازم اخلي شيء شوف احنا شباب جينيتش مو طبيعي الله يكون في العون خلاص حبيبي بعد ما مات موت لي الله ياخذك شيت في طوفة خفية حلو لان هي كلها في طوفات خفية في اللعبة ما في واحد ثاني منكم اي شوف هاي طوفة خفية على ابوس بطل طوفة خفية يطلع لك هالجني سيدي
شيت 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 في اثنين طلع في اثنين في اثنين في اثنين اشرد 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 قتلني اقول لك بطلت طوف الخفيه طلع لي اثنين يا بعض يقول لي وين بتروح؟ قلت لهم بطوف ما في شيت اوه يا شامين الحين فرطون تقول لي الحين قاعد تهوشه بعبل عن امهم ما عن رضا علي شوي مشكلة لازم ما ايش اقول لك انا للاسف ما عنده ما يموتون براحة يعني لو يموتون براحة كان اوكي ها وش الحل يعني الحل انبوعي طاقتي بس نص طاقتي اثنين يا ابو عوض عوض اثنين يا ابو عوض شو الوساخة والحال يا اخي والحال ايش رايك فيهم دلع الله يراك ياهم ان شاء الله ياخذكم جهار هالسيف ما يسوي شغل خلنا نحل سيف ثاني انا وقف لي خنفوني خناف الله ياخذهم ويجيك واحد يقول لعبه سهله موت موت الله ياخذك لقيت واحد منهم قتلته بروحه والله زين اوه في دراجة اديني فوق شايف من هو بعد اه تقتل واحد تكسيده بليدينج شيت وانا اللي اشيل بليدينج واخيرا حصلت مفتاح الله ياخذهم انا عن قفدك الا طوفات خفيه وش هالممر صدق الا طوفات خفيه انا عن واجد 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 زراني طوفه خفيه الصوب بعد لحظه ما بروحها بس يعني خلصت كل شيء الصوب هذا هو زهقني يا الله هني الطفه خفيه لا شفته لا قتلت واحد ما عندي استامنه ما شفت الثاني يقول ها صدناك قتلني
اثنين يا بعض. مؤلم 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 اثنين يا بعض. الله لا يحطك محلي ان شاء الله. وي ماذا اسوي مع الدي ال سي وما يفعل؟ شوف الحين ببطل طوفة حلو. وين الفاير بول؟ هدوه 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 اول ما اشوفه بقى جديد هذا. اقوض انا اللي يوفق. شفت وحش جديد بعد انا هالصب. هدوه 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 حتى انا فوق عيط يضربوني. اللعبة خناف احياء. خدناك. وين بتروح؟ وين بتروح؟ ايش الحل يا يحيى؟ هذا ولا شيء. هذا لحد الحين هذا وحوش عاديه مو بوسات. الله لا ياكل بوسات يا يحيى. يقولك ناس يقول لك اللعبه سهله انت ما شفت تلعب. اي حلوه بس يبالها واحد عنده أرمر زين، سلاح زين، كل شيء زين، عشان يقدر يشيل نو دمج على الأقل شوي أسرع. بعد نظامه كذي ما سولف يدلدغني يعني. ترى الأغمار مالي قوي مو بسيط. شوف الحين بيجون لي اثنين. ها شفت جوني اثنين ودعوا اثنيناتهم. هذا هو بقى في واحدة بقى. انت اثنين طلعوا. اي اثنين ثلاثة. انا قتلت اثنين من قبل وهذا ثلاثة هني. يا انا اسف عندي 180,000 شيء ترى تسوي لي البناء. هاي لين نجا زين. انتم بيجون لو شحين لا 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 تقتلوني. عندي 180,000 اسوي. هذا السيف ضربته بطيئه بس قوي. هذا اللي يعجبني فيه. بعد لا يبون يسوي لعبه تصير حماس. لا ماسك الوحوش قتلهم. احنا بطلت طف الخفيه الكلب. انا ما بطلتها. اوكي قدامي بس ان رحت فيها بخنفوني. لا
وانا وانا الدعم وانا دفاق وانا الدعم وانا دفاق لا دم 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 خسرت 83,000 شيت يا حيا وش الحل يا حيا 180,000 خسرت 3 ليفلات لازم نلفل فيهم تقدرون خلي بالتون كذا تكون على ابو الطيب ما فيكم 180,000 كيف 180,000 قاعد مغمض خش معك يمكن نص ساعه قاعد اجمع فيها لو واحد ثاني كان شيله مساحه اللعبه لانه مو سهل 180,000 تخسر على هالناس جهال جاب المفتاح انا في 5 يحرسون مفتاح من هالاشياء انا يعني كيف اقتلكم بس علموني شلون يعني في طريقه انا ما اعرف سامحوني ما ادري تعرفون الناس يسوون خوكم يركضون فلد ياخذون المفتاح يموتون بس انا بقتلهم كامل او باخذ اشياء ثانيه بعد له غير المفتاح توني بسم الله مبطل الباب درج 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 من وين هذا وين 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 من وين طلع الادمي اقول لك اشوف فوق درج واحد انتظرني هذا هو كيف انزل انا الحين يا حي شوف دينا كيف انزل انا بس ما بعرف كيف انزل ما شاء والله ما كيف انزل حالفين شكله ما انزل انا اقول لك جرايندر شغال علي عند الدرج خلاص لا شو بدي اخوك لانه هاي قاعد اخسر انا لو شو بدي اقتل حقوه لو شو بدي الهواتف حقوه اخوك في درجه اول ما ضعنا خلنا ننزل منه اسكت هالبيس مالهم اخوك هالبيس مالهم اللي فيه 3 اخوك دخلت البيت مالهم اللي فيه 3 حلو واحد جاني ودع حلو اكو الثاني ينتظرني الثاني ودع بعم 3 هم له في واحد ناقص في واحد ناقص صعب يطلع اكون كه اسد اسمع الحين في اثنين لا في اثنين باعتهم بعيد انا الحين شوف شوف شوفهم ها لا هذا 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 جديد هذا بعد
شوفوا انتظروني ها شفته عليك باقي اخو واحد باقي اخو واحد لا يا اخو واحد قتلني والله سيء يلا خلنا نجلس فوق الجوست فايت انا على ابو الطيب ما فيهم ضربني ضربني حبيبي ما بسوي لك شيء ضرب السلام عليكم اقول لك عاد locked by some بطيخ وي مو مفتاح عجل مفتاح ماله وش لما اخذ النانا بس في حد ممكن يعلمني مفتاح وش لما اخذ النانا زين اوكي خليت مفتاح بس مو المفتاح هذا شكله مفتاح يبطل هالباب اي هالمفتاح يبطل هالباب يلا عاد في مفتاح ثاني غير هذا اي تعال هنا كان في خفافيش فوق دكار الخفافيش هدوي 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 صل على النبي سيلف فاير بول في الوجه على قفتك عند كاكي تنبؤه هذا والله هذا وانا طش وانا اروح انت على وجهك من على قفتك خن What the fuck واحد فلت علي نار فلت علي نار كل ما ضربيت بواحد سبحان الله في امل شو هاللعبه انت يحيى بعد اللي شفته هذا ولا شيء هذا هالمنطقه الجديده شوي جديدين علي الوحوش ما اعرف ضرباتهم ما اعرف يسوون عشان اعطيها بير اتباعد عنها فهمت يعني كل شيء جديد علي فهمت قاعد اتعلم كل واحد ضرباته وايش انه جات على ورا يعطونك ضربه على ورا يشيل نص دمك ولا مزيل على البيجلتي مالتي هلا مزيل عليها عشان خاص بالعالم على اي غزان بتهاوش انا هدوه 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 من وين جيت انت والله من وين ما شفتك تعال اهلا اختي وين شو تبي تطلبيني ها انا على ابو الدم اللي تشري ها تعالتي نجينا الحين لو ايش شوف عمزوني فنينة ها لا لا عجل خلني اخذ شغلة واموت بس اقتلوني عجل ما ياخذكم حقيقة بيت. انا اسف لا تقتليني عاد تدرين على ابوه
والله انطحت موت، وين غدا موت. زين مفتاح مو هني، ها مفتاح وين الاقيه يعني؟ لحظة مفتاح يا طويل العمر، اخي قلبي. اهلا انت حمزة، ما تفلت خويا بوم بعيدة. بعد قاعد اتواجه ذيلين، الله ياخذهم.